إلا صلاتي ما عشان أمام الكاميرا عشان يخرجوا من مشكلة الوسوسة، مشكلة السرحان. ليس لابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها. فالحل الوحيد صلاة الجماعة. وسوس وسوس لي الشيطان، سرح سهو لم أسو، صلاة الجماعة مقبولة 100% إن شاء الله. هذا هو الحل. بارك الله فيكم. حتى الزوجة اللي في البيت تجيب بنتها الصغيرة تلبسها الحجاب وتقف تصلي جنبها وتاخذ ايضا صلاه الجماعه ان شاء الله. جماعه. وكل زوجه يذهب زوجها لصلاه الجماعه في المسجد لن تعدم من ثواب الجماعه باذن الله. جميل.